طيب خليني في البداية كده نطمن السادة المشاهدين، احنا وضعنا في مصر من جائحة كورونا ايه؟ تمام. احنا يعني كنا اتكلمنا في صباح الخير يا مصر في شهر اغسطس، وقلنا ان الموجة الرابعة هتبقى تقريبا في شهر 9، والذروة هتبقى في نص 10، نص 11. ده حصل، يعني احنا في 15 نوفمبر. طبعا نتكلم على اكتر كيرف الوفيات، هو ده اللي ادق من كيرف الاصابات. 15 نوفمبر وصلنا للذروة، ده كان اعلى المنحنى، بعد كده اتكسر بعديها باسبوع وابتدت نسجل وفيات اقل. احنا كنا قلنا ان احنا في ديسمبر الذروه هتتكسر، بعد كده في يناير الموجه بتنتهي. احنا طبعا عندنا في مصر الموجه بتنتهي معناها ان احنا سجلنا اقل من 20 وفاه في اليوم. طبعا احنا بناخد متوسط اسبوع مش كل يوم، فاحنا رايحين في الاتجاه ده الحمد لله. احتمال يبقى في زياده في الاصابات زي ما حصل في العالم كله مع زياده اوميكرون دلوقتي في الاصابات، لان هو طبعا انتشاره اعلى، ولكن الملاحظ ان الانتشار بيبقى اعلى، الاصابات اعلى، ولكن الوفيات ما بتبقاش زياده زي ما بيحصل مع دلتا. فباذن الله مع زياده التطعيمات احنا وصلنا الحمد لله اكتر من 20% من الشعب المصري واخد جرعتين بالكامل، فمتحصن يعني. فباذن الله الوفيات ما تعلاش حتى لو كان في اصابات مع اوميكرون، لغايه لو هيبقى في موجه 5 في اخر شهر مارس ان شاء الله نبقى وصلنا لاكثر من 40% من الشعب المصري واخد اللقاحات، ويبقى الموجه نفسها حتى لو اصاباتها عاليه وفياتها قليله للغايه ما تزيدش عن 30 وفاه في اليوم باذن الله. بصرف النظر عن النوع المتحور ايه؟ يعني هو غالبا اوميكرون هيسود. هو طبعا لما بيبقى في متحور جديد هو بيسود عن المتحور اللي قبليه، يعني لما طلع مثلا دلتا بقى هو المتحور الموجود في العالم كله وحل مكان الفا وبيتا وجاما اللي كانوا قبليهم، فده غالبا اللي هيحصل. 2022 هتبقى العام بتاع اوميكرون، وده مش باد نيوز قوي، يعني ممكن يبقى ده جود نيوز ان شاء الله للسنه الجديده باذن الله. يبقى جود نيوز؟ ليه بقى؟ احنا بنحكم على اي متحور بثلاث حاجات. اول حاجه هو الانتشار بتاعه عامل ازاي، دي مش جود نيوز. في كمان جزء تاني من الجود نيوز، ان احنا قبل ما نطلع هوا حضرتك قلت لنا ان الدراسات عن اوميكرون خلاص خلصت. بالظبط كده. يعني خلينا نشرحها سريعا. احنا اي فاريانت او متغير او متحور اللفظ الدارج بنحكم عليه من ثلاث حاجات. اول حاجه الانتشار بتاعه عامل ازاي. فاحنا الدراسات خلصت ان الانتشار لاوميكرون اكتر من دلتا ثلاث مرات تقريبا. الاوميكرون يعني الشخص ممكن يعدي كام واحد؟ احنا بنحسبها الدبل بتاعها بيحصل بعد قد ايه، يعني مثلا انا عندي 2 امتى يبقى 4، 4 امتى يبقى 8. مع اوميكرون ده بيحصل في 3 ايام، يعني الاصابات مع اوميكرون بتتضاعف كل 3 ايام. دلتا كانت بتتضاعف كل 5 تقريبا. فبالتالي هو انتشاره اسرع بكتير. وجدوا كمان ان هو انتشاره في بيسموها الهاوس هولد انفكشن، يعني ان العيله كلها تبقى مصابه بنفس الفاريانت ثلاث مرات اكتر من دلتا، فهو انتشاره اعلى بكتير من دلتا. طب ده اول حاجه القدره الانتشاريه، ده طبعا اللي مخلي في مشكله في امريكا زي ما تفضلتي مثلا، ان حتى لو الوفيات قليله، حتى لو نسبه الاصابات الحاده قليله، بس مع الانتشار العالي النسبه حتى لو جزء صغير بتمثل عدد كبير، فبتمثل ضغط على المستشفيات. تاني حاجه في حكمنا على التحورات هي الشراسه بتاعه المتحور عامله ازاي. احنا كنا قلنا برضو في صباح الخير مصر احنا محتاجين نستنى شهر لغايه ما نشوف الشراسه بتاعته عامله ازاي. الدراسات طلعت الاسبوع ده ان شراسته اقل من دلتا، which is هو ده الجود نيوز. ان الاصابات اكتر موجوده في الجهاز التنفسي العلوي، اكتر ما فيهاش فقدان حاسه شم وتذوق اللي كانت اكتر حاجه بس دي كانت اكتر حاجه مميزه، يعني دي كل الناس بيها. طبعا هو دلوقتي البرد، يعني هو دلوقتي اعراض دكتور اشبه بالانفلونزا الموسم البرد اشبه بالانفلونزا. بالظبط كده. هي اكتر احتقان في الانف، احتقان في الزور، مشاكل الجهاز التنفسي العلوي، وجع في الظهر، وجع بيسموها وهن عام. فده الحاجات المميزه. في حراره ولا لا؟ وفي حراره. فدي عموما الصفات المميزه لشراسه اوميكرون. هل في اصابات بتحتاج تخش مستشفى؟ عشان الناس بس ما تفتكرش ان هو زي البرد العادي، يعني ما فيش. لا بالعكس، يعني صحيح النسبه اقل تظل موجوده. فتالت حاجه بنحكم عليها في التحور هو هروبه من اللقاحات، قد ايه اللقاحات بتبقى فعاله معاه. الدراسات خلصت في الموضوع ده وابتدت النسب كمان تطلع. احنا البوستر دوز، الجود نيوز ان البوستر دوز كان فعال. هما بيعملوا ايه؟ بياخدوا
من الشخص اللي واخد الفاكسين. بياخدوا العينه ويبتدي يشوف في المعمل نفسه قد ايه بيحصل له نيوتراليزيشن او يقدر ان هو يفاعل مع اوميكرون. اللي حصل كالاتي بقى، الناس المتعافيه فقط، احنا كنا نقول التعافي بيدي مضادات اجسام، مضادات الاجسام دي بتستمر 5 شهور حمايه، وجدوا ان الموضوع ده مش موجود مع اوميكرون. يعني الناس المتعافين مضادات الاجسام بتاعتهم ما بتعرفش ان هي تنيوترلايز او تتغلب على اوميكرون، فبالتالي ممكن يجيله تاني اعاده العدوى لاوميكرون زياده 5 أضعاف. دي اول حاجه. طب سؤالي دكتور، لو كان حد اصيب بكورونا من فتره مثلا ولا قدر الله طبعا، بس اصيب تاني باوميكرون، بتبقى السيمتومز او الاعراض بتبقى اخف مثلا، زي ما احنا بنبقى دايما مقتنعين او بنبقى سامعين دايما ان دايما اللي بيجيله كورونا حتى جات له مره تانية بتبقى الاعراض اخف، فعلا بتبقى الاعراض اخف ولا ملهاش علاقه؟ هو المفروض ان في اغلب الحالات بتيجي على حسب الصفات المميزه للمتغير نفسه، بس بطريقه مايلد خفيفه. بس في بعض الحالات، يعني احنا شفنا حالات وليها علاقه في ستاتستكس، يعني ان بعض الحالات في اعاده العدوى دخلت المستشفى في الاصابه الاولى ما كانش مستدعي المستشفى. فما نحطش الاحتمال ده قوي، لانه اصلا على مستوى العالمي يعني 70% من الناس غالبا جالها فتره من فترات من خلال اي موجه مره كوفيد. صحيح. فلو حطينا الاحتمال ده، ده معناه الناس كلها تقول خلاص ما انا يعني جالي مره خلاص بقى اكيد اللي جاي خفيف. فامال في المستشفيات حاليا دول اكيد جالهم قبل كده كوفيد، لان زي ما احنا انتشاريه بتاعت كوفيد على مستوى العالم 70% في اي مرحله من مراحل الموجات، فما نحطش الامل قوي على الموضوع ده. الحاجه الثانيه بقى، طب بعد التعافي، هو قالوا لو تعافي معاه فاكسين، يعني الاثنين موجودين مع بعض، القدره على الحمايه من اوميكرون بتعلى، تبقى موجوده. او ان يبقى واخد بوستر، هو طبعا شافه في الاول لو هي كان الجرعه المعززه او التعزيزيه او التنشيطيه الثالثه. اللي واخد جرعتين من الفاكسين فقط وعد عليهم 6 شهور، وجدوا ان مفيش اي حمايه من اوميكرون ده حاليا، خصوصا من الفيكتور فاكسينز اللي هما سبوتنيك، استرازينيكا، وجانسن. من الام ار ان اي فاكسينز الارقام برضو طلعت الاسبوع ده، سواء فايزر او موديرنا، الحمايه قلت. لكن قبل 6 شهور في حمايه؟ قبل 6 شهور في حمايه. احنا طبعا الحمايه بتاعت الفاكسين 3 حاجات، حمايه من الاصابه الخفيفه الى متوسطه، الحمايه من دخول المستشفى، والحمايه من الوفاه. احنا اهم حاجه بتهمنا الوفاه والمستشفى. اللي انا بتكلم عليه حاليا هو الحمايه من الاصابه الخفيفه الى متوسطه. هي دي اللي قلت. فقلت مثلا مع الام ار ان اي اللي هم فايزر وموديرنا، قلت لتقريبا 30%. فالناس بقى، عشان كده الانتشار مثلا في امريكا عالي جدا، احنا بقينا بنسجل على مستوى العالم متوسط في اليوم 1,000,000 لـ 200,000. فده كله اوميكرون، لكن الحمد لله الوفيات اقل، الوفيات عددها نفسه اقل. فالاثنين فاكسين الريزلتس بتاعتها مش احسن حاجه، لو اتاخدت واحده ثالثه تنشيطيه الريزلتس بتاعها على تاني. طب الحمايه من المستشفى لسه موجوده؟ لسه موجوده. يعني حد واخد جرعتين لقاح فقط في اقل من 6 شهور عنده حمايه من دخول المستشفى. الحمايه دي تقدر بقد ايه؟ 65% اقل من لو مش واخد فاكسين. يعني عظيم. اللي واخد فاكسين عنده احتماليه دخول المستشفى اقل ب 65%. الحمايه من الوفاه موجوده تقريبا باكثر من 95%، من 90 ل 95%. وده المهم. نسبه هايله جدا. الفاكسين ده اهم حاجه. صحيح. احنا لو شفنا المنحنيات نفسها، واحنا هنبقى نشوف في العرض يعني، ان كل ما الفاكسينز عددها بيزيد كل ما الحمايه بتزيد، بغض النظر عن وجود دلتا او وجود اوميكرون، مش فارق كتير. احنا ده كده الـ3 حاجات، الحمايه من الاعراض الخفيفه المتوسطه، المستشفى، والوفاه. فده الهروب من اللقاح، الحمد لله ان هو هروب من اللقاح في الاعراض الخفيفه المتوسطه، مش اشكال. لو الناس كلها جالها باعراض خفيفه ما تستدعيش مستشفى، دور برد، مش اشكال، دور برد. الحمد لله ان لسه في حمايه من المستشفى، الحمد لله لسه في حمايه من الوفاه. النسبه قلت صحيح، بس تظل موجوده، خصوصا لو كان في ميكس ما بين الفيكتور والام ار ان اي، اللي هو حد واخد مثلا جرعتين استرازينيكا معاها جرعه فايزر او موديرنا، ده اعلى حمايه حاليا. يعني ده افضل من اوميكرون، ده افضل حاجه. بس احنا غالبا هنشهد بقى الفتره اللي جايه تعديلات على بعض اللقاحات الموجوده. ده اللي ابتدى يحصل، يعني كل الشركات اللقاحات كلهم بلا استثناء ابتدوا يشتغلوا على نسخه مطوره تبقى ناجعة أكتر أو فعالة أكتر مع أوميكرون. هو التغيير بيتم في 100 يوم، يعني مش محتاج أعيد كل الدراسات كلها تاني.
بتاخد تقريبا 100 يوم عند الاساسيات بعدل بالظبط اللقاح، بعد كده يبتدي الانتاج من اول وجديد. المهم بس الانتاج يبقى سريع وعادل عشان ما ندخلش تاني في الدايليما بتاعه 2021 اول سنه.